بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اينما كنتم السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم الى جوله جديده في السودان هذا المساء نستهلها بابرز العناوين. النائب العام يعلن القاء القبض على متهمين في قضيه ضباط 28 رمضان. المجلس الرئاسي للجبهه الثوريه يبدي موافقه مشروطه على تعيين الولاة. تجمع المهنيين يعلن عدم اعترافه بجميع هياكل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. أعلن النائب العام القبض على مجموعة من المتهمين في قضية ضباط رمضان بعد تحريات طالت أكثر من 90 شاهدا. وكان النائب العام قد سجل زيارة ميدانية للمقبرة المحتملة للضباط 28 من رمضان 1990. قال في بيان صحفي أنه عقب العثور على مقبرة جماعية فقد وقف النائب العام تاج السير علي الحبر اليوم على الموقع الذي من المرجح يكون مقبرة جماعية تضم رفات 28 ضابطا من القوات المسلحة تم إعدامهم خارج نطاق القضاء في العام 1990. وأشار النائب العام في تصريح إعلامي إلى أن فريقا مكونا من 23 خبيرا من كافة التخصصات من علماء الآثار والجيولوجيا والطب العدلي والأدلة الجنائية وأتيام مسرح الجريمة يباشرون العمل الآن لإجراء عمليات النبش والتحريز وتحديد أسباب الوفاة المحتملة فضلا عن رفع عينات لأغراض فحص الدي إن إيه. أعلن المجلس الرئاسي للجبهة الثورية موافقة مشروطة على تعيين الولاة المدنيين وأشار إلى التحديات التي صاحبت اختيار الولاة ودعا لإجراء مراجعات ملحة لتخفيف حدة التوتر في الولايات. وقالت الجبهة الثورية السودانية إن موافقتها المشروطة على تعيين الولاة المدنيين المؤقتين جاءت استجابة لرغبة الجماهير التي جعلت مدنية الدولة إحدى أهم خيارات ثورة ديسمبر المجيدة. وأشار البيان إلى أن عملية تعيين الولاة المدنيين صاحبتها منذ البداية تحديات كبيرة انتبهت إليها الجبهة الثورية فدعت لإجراء مشاورات واسعة مع شركاء الثورة واتباع معايير واضحة في اختيار الولاة المدنيين وفي مقدمتها النزاهة والكفاءة. رحبت قوى إعلان الحرية والتغيير في الولايات بتعيين الولاة المدنيين وأبدت استعدادها لدعم الولاة الجدد. وكان رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوق قد عين 18 واليا مدنيا خلفا للحكام العسكريين الذين كانوا يديرون شؤون الولايات منذ سقوط نظام البشير في 11 من ابريل العام الماضي. وقالت قيادات في قوى اعلان الحريه والتغيير ان تعيين الولاه يعد خطوه في اتجاه استكمال مطلوبات الفتره الانتقاليه. واعربت قيادات سياسيه عن املها في ان تكلل الخطوه بالوصول الى سلام من أجل تشكيل المجلس التشريعي. قرر تجمع المهنيين السودانيين سحب اعتراف التجمع بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير وانسحاب التجمع من كل هياكل الحرية والتغيير بشكلها الحالي وعزى ذلك لتجاوزاتها ومفارقتها بنود الإعلان. وأعلن التجمع في بيان صحفي اليوم السبت عن تنظيم مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقع على الإعلان وخارجه للتباحث حول إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير لتصبح معبر عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات ثورة ديسمبر والبناء عليها ومن ثم الإعلان وفي المنتهى والبدء ملك للشعب السوداني وجماهيره الثائرة. أعلن الملحق العسكري الأمريكي المقدم جاكوب دي حرص بلاده وأجهزتها المعنية على استكمال الإجراءات الخاصة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. واستقبل الملحق العسكري الأمريكي بمكتبه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية في مستهل فترة عمله بالسودان. وبحث اللقاء مستقبل التعاون المشترك بين الخرطوم وواشنطن في المجالات العسكرية وفرص تطويرها. وأشار الملحق العسكري الأمريكي إلى أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من شأنه أن ينعكس على علاقات البلدين في مختلف المجالات.
وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر والوفد المرافق له إلى ولاية جنوب دارفور قادما من الفاشر لمعالجة بعض المشاكل القبلية في منطقة قريضة. ويضم الوفد بجانب عضو المجلس السيادي وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح وقائفان قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقل وإسماعيل التاج وطاع عثمان وعدد من ممثلي الحرية والتغيير. قدم وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح التهنئة للصحفيين السودانيين لاتفاقهم على تكوين لجنة التسيير لنقابة الصحفيين السودانيين، وقال في صفحته على فيسبوك إن التهنئة واجبة لجموع الصحفيين السودانيين الذين عبروا أشواك الخلافات. وضمت اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين عددا من الأعضاء من بينهم 12 صحفية وإجماليهم 23. واعتبر وزير الثقافة والإعلام الخطوة بأنها بداية لتاريخ جديد لمسيرة نضال عظيمة وطويلة للصحفيين السودانيين قدموا فيها نموذجا مضنيا للنضال من أجل الحرية والديمقراطية، وكانوا دائما في مقدمة الركب الوطني. قررت وزارة الداخلية مواصلة العمل ليل نهار بأقسام الترخيص داخل ولاية الخرطوم، وذلك للعمل على إنهاء تكدس السيارات وشكوى الجمهور. وجه وزير الداخلية طريف إدريس دفع الله في بيان نشر على الموقع الرسمي للشرطة، وجه بعودة أقسام الترخيص بولاية الخرطوم للعمل بدوامين صباح مساء طيلة أيام العمل لتسهيل تقديم الخدمة للجمهور. وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي استجابة لشكاوى بعض المواطنين من ازدحام مراكز الترخيص بالولاية والتي توقفت خلال الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا. سلمت منظمة حب السودان معينات لبدء العمل والإنتاج في قطاعات ريادة الأعمال للنساء والشباب بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويتوقع يستفيد أكثر من 80 شخصا بمحلية الجبلين بالنيل الأبيض من هذا المشروع، وذلك ضمن مشروع تقديم خدمات اللاجئين والمجتمع المضيف. أدركت هويدا جيدا أن الطريق إلى زيادة دخل أسرتها يمر عبر بوابة خضوعها لدورات تدريبية على أعمال يدوية وفرتها لها منظمة هوب سودان ضمن العشرات من نساء منطقة دبت بوسن في محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض. فهنا امتلكت أكثر من 20 امرأة ماكينات للخياطة وتصميم الأزياء من خلال مشروع يعنى بتقديم خدمات للاجئين والمجتمع المستضيف، مشروع قد يسهم في توفير حياة كريمة لهن بعد معاناتهن لسنوات من نقص حاد في الأموال والثمرات. الشكر خاص لمنظمة هوب سودان لما قدموه لنا من مشاريع لدفع مستوى المواطن ومستوى المعيشي، برضو يعني عمل الترابط بين المجتمعين. منظمة هوب سودان أتاح لنا فرص كثيرة، ورش مكانات تفاصيل. في الأول فصلنا قطعات أطفالية وسكرتيات جلبابات إبايات للكل ما عملناها. وإلى جانب تدريب هؤلاء على برامج لريادة الأعمال وتوزيع أدوات الزراعة لإنتاج الخضروات، تمكن شباب هذه المناطق من التدرب على صيانة طلمبات المياه بجانب امتلاك حقائب للعمل والإنتاج، بما قد يسهم مستقبلا في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار على طول الشروط الحدود بين السودان وجنوب السودان. ضمن مشروع الأمم المتحدة الإنمائي برنامج تقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المضيفة في منطقة دبت بوسن تم وتنفيذ منظمة هوب سودان تم تقديم ورش للتدريب المهني لعدد 20 شاب من المجتمع المضيف واللاجئين وتسليمهم رأس المال، وذلك لرفع الدخل. وبشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة هوب سودان أكمل المشروع تسليم أكثر من 80 مستفيدا في هذه المناطق معينات للعمل والإنتاج في مختلف المجالات كالتدريب الحرفي والأعمال اليدوية، برامج قد تحدث أثرا إيجابيا في حياة هؤلاء في الأيام القادمة. من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قامت منظمة هوب سودان بتنفيذ عدد من الأنشطة من ضمن 4 أنشطة خاصة بالنساء لتمكينهن وتحسين دخلهم وإزالة الفقر
تشمل الخياطة لعدد 20 مشاركة مستفيدة من اللاجئين والقرى المستضيفة، وإنتاج الصابون لعدد 20 مستفيدة، وتاجرات الخضار لعدد 20 مستفيد، والأعمال اليدوية لعدد 25 مستفيد. قد يغير المشروع كثيرا في واقع الحال هنا في هذه المناطق، والخروج من لجة الفقر والتهميش إلى فضاء التنمية والإعمار. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. غرفة المستوردين تنتقد تحرير سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي. أهلا بكم. أخبار العالم نستهلها بالأوضاع في ليبيا، حيث قال الجيش الأمريكي أن روسيا ترسل على ما يبدو المزيد من المعدات العسكرية إلى ليبيا بما في ذلك مدينة سرت في انتهاك لحظر الأسلحة. وقالت قيادة إفريقيا بالجيش الأمريكي أن هنالك أدلة متزايدة من خلال الصور الأقمار الاصطناعية لطائرات الشحن العسكرية الروسية بنقل إمدادات إلى مقاتلين من مجموعة عسكرية روسية خاصة، ويحشد طرفا الصراع قواتهما حول سرت، حيث يمكن لأي تصعيد كبير أن يدفع قوى إقليمية كبرى إلى مستنقع الصراع الفوضوي في ليبيا. ونفت روسيا وحليفها الجيش الوطني الليبي تصريحات سابقة للجيش الأمريكي بأن موسكو أرسلت طائرات مقاتلة لدعم قوات فنجر هناك. في ليبيا أيضا يعاني الليبيون من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي بفعل سنوات الإهمال في أعمال الصيانة، وأشعل انقطاع الكهرباء شرارة احتجاجات، واقتحم مسلحون مرافق كهرباء لمطالبة المهندسين بإعادة التيار، مما يسلط الضوء على استمرار الاضطرابات حتى بعد انتهاء هجوم قوات شرق ليبيا على طرابلس الشهر الماضي. وقال ديوان المحاسبة الليبي أن البلاد فقدت 2700 ميجاوات من أصل 3363 ميجاوات، وأن الشركة العامة للكهرباء أنفقت 1.6 مليار دينار في العام الماضي دون أن تحرك عشرات المشاريع المتعثرة. اتهم اقتصادي بارز من دولة جنوب السودان حكومة بلاده بإصدار أمر بقتله أو اختطافه في كينيا، ووصل بيتر بيار أجاك إلى مطار دالاس الأمريكي خارج واشنطن مع زوجته وثلاثة أطفال صغار بعد السفر من نيروبي. ونفت حكومة جنوب السودان بشكل قاطع ادعاء جاك بأن جوبا أرسلت فرقة لاغتياله أو لمطاردته في نيروبي. وقال جاك إن سيارات دفع رباعي لوحاتها مسجلة في جنوب السودان تتبعه في نيروبي أو تتبعته في نيروبي، حيث انتقل في فبراير بعد 18 عاما في السجن في جنوب السودان. في أخبار الاقتصاد، انتقد الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الدين قرار تحرير سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي. وأكد جلال في تصريحات أن الظروف الاقتصادية الراهنة وخصوصا الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم بجانب التدهور غير الطبيعي في قيمة الجنيه السوداني يجعل مجرد التفكير في هذه الحلول حاليا عملا على إجهاض الثورة، لأنه سيؤدي لارتفاع الأسعار بصورة لا يمكن التحكم فيها، مما يسهم في زيادة انفلات معدل التضخم والانهيار التام للجنيه السوداني أمام الدولار، وسيؤدي بدوره لضائقة معيشية للمواطن تجعله غير قادر على تلبية أدنى متطلباته المعيشية. دعا وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني مركز البحوث والاستشارات الصناعية للعمل على صياغة استراتيجية لتطوير الصناعة في السودان. واستقبل مدني مدير مركز البحوث والاستشارات الصناعية قصي همرور شيخ الدين الذي تم تعيينه مارس الماضي
وحالة ظروف الحظر بسبب جائحة كورونا من حضوره إلى السودان. وقال الوزير إن تعيين قصي يعد إضافة حقيقية ومكسبا للمركز وللصناعة في السودان بشكل عام. وقصي هذا هو خبير في العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجال أبحاث السياسة والتصميم والتنفيذ والتقييم، وله خلفيات متعددة في التخصصات التكنولوجية والهندسة ودراسات التنمية. قال مدير عام غرفة العمليات بوزارة الزراعة آمال مرجان إن المشاريع المطرية بدأت في العمليات الزراعية. عقدت لجنة الموسم الزراعي الصيفي اجتماعا بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية برئاسة وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف عبد القادر تركاوي، وكشفت مدير الغرفة عن مخاوف المزارعين من عدم انتظام هطول الأمطار بالإضافة لارتفاع تكاليف عمليات الزراعة، لافتة إلى المشاكل الأمنية ببعض مناطق دارفور. واستمع الاجتماع لتقرير عن سير الموسم في جميع الولايات، حيث تلخصت أبرز المشاكل في شح الوقود والتقاوى. كشف الاتحاد الأوروبي عن دعم قدمه للسودان بقيمة 7 ملايين يورو للمساهمة في التحول الديمقراطي. وأوضحت بعثة الاتحاد أن الهدف يأتي للمساهمة في تحول ديمقراطي في السودان بدعم المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء والوزارات التنفيذية، ولتحقيق أولويات السلام والازدهار الاقتصادي والتحول الديمقراطي المدني ونظم الحوكمة التي تضعها الحكومة. وبحسب ما نشرته البعثة على موقعها الرسمي، فإن مكتب المشاريع بالاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم اللازم للهياكل الحكومية الأساسية بإسداء المشورة السياسية والمساعدة في بناء القدرات والتجهيزات والمعدات. رياضيا، أعلن نادي الهلال رغبته في استعادة لاعبي من المنتخب السوداني لكرة القدم الانخراطي في تدريبات الفريق استعدادا لاستكمال الدور الممتاز الذي سيستأنف منتصف الشهر المقبل. وأشار مدير الكرة بنادي الهلال خالد الزوما إلى أن طلب النادي للاعبيه يأتي من واقع عدم وجود أي التزامات للمنتخب الوطني في الوقت الراهن. ومن المقرر أن يبدأ نادي الهلال التدريبات رسميا اليوم بحسب ما أعلن في وقت سابق. وأشار خالد الزوما إلى أن فريقه سيدخل معسكرا مقفولا على أن تبدأ التدريبات بملعبه. وكان اتحاد الكرة قد قرر استئناف الدوري الممتاز في 15 أغسطس المقبل بنظام التجميع في ولاية الخرطوم. في دوائر الهلال أيضا، أبدت جماهير الهلالية قلقها على نجم الفريق أطهر الطاهر الذي أكمل فترة قيده مع النادي هذا الموسم. ويأتي القلق بعد التصريحات نسبت لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال أشرف الكاردينال، أشار فيها إلى أنه لم يصل إلى اتفاق مع اللاعب أطهر في الجوانب المالية بغرض إعادة قيده لفترة جديدة. وكان اللاعب أطهر الذي يعد من نجوم الموسم هذا العام قد عقد اجتماعا مع رئيس النادي في وقت سابق بحضور كابتن الهلال عبد اللطيف بويا، لكن الاجتماع لم يحسم مسألة إعادة قيد اللاعب أطهر بشكل نهائي. وفي المريخ، طالب النادي اتحاد الكرة بالعدول عن قرار استكمال منافسة الدوري الممتاز بتجميع الأندية في مدينة واحدة. ودعا رئيس نادي المريخ آدم سوداكال اتحاد الكرة لاستكمال المنافسة بذات نظامها القديم، لأنه الخيار الوحيد الذي يضمن تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص. وتعتقد إدارة نادي المريخ العاصمي الذي ينافس على صدارة الدوري الممتاز أن القرار يأتي في صالح نده التقليدي الهلال الذي لعب مباريات أقل باستاده، عكس نادي المريخ الذي خاض أكثر المباريات خارج أرضه وتعرض للخسارة في أكثر من مباراة خارج الأرض. في دوائر المريخ أيضا، يكتنف الغموض ملف التدريب في النادي بعد الأنباء التي تحدثت عن إيقاف التعاقد مع المدرب التونسي جمال خشارم. وأفادت المصادر الصحفية أن رئيس المريخ آدم سوداكال أوقف التفاوض مع المدرب التونسي، ويوالي فريق الكرة بالنادي تمارينه تحت إشراف المدرب الوطني الضوء قدم الخير والمعد البدني الألماني توماس. وأشيد المريخ خلال الموسم الحالي عدم استقرار
في الدكة الفنية، حيث أشرف على تدريب الفريق خلال النصف الأول من الموسم أكثر من مدرب آخرهم التونسي أمين المسلمي الذي لا يعرف مصيره حتى الآن، في ظل الحديث عن مفاوضات للتعاقد مع مدير فني جديد. ختاما لهذا العرض المسائي نذكر بأبرز العناوين. النائب العام يعلن إلقاء القبض على متهمين في قضية ضباط 28 رمضان. المجلس الرئاسي للجبهة الثورية يبدي موافقة مشروطة على تعيين الولاة. تجمع المهنيين يعلن عدم اعترافه بجميع هياكل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. شكرا لمتابعتكم، انتهى عرض المسائي الإخباري، تحياتي وفريق العمل، إلى اللقاء.